بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكل شيء في الدنيا جوانب عديدة، حتى في أسوأ الأمور يوجد جوانب مضيئة حتى لو كانت ضئيلة جدا. فالجانب الجميل وضعه الله لكي نعيش حياتنا بأمل وتفاؤل وحب، ولنتجاوز الحزن والألم والفراق، ولنعبر عما بداخلنا نحتاج أحيانا لكلمات جميلة لا نستطيع ترتيبها لتصف ما نريد، أو لنعبر بها عما في داخلنا من مشاعر وألم أو حتى سعادة. لا نستطيع أن نصف الحياة بكلمات تذكر، فهي مواقف وصور متنوعة، ولكننا نعبر عنها بعبارات قصيرة. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. الحياة دمعتان، دمعة لقاء ودمعة وداع، والأصعب من ذلك دمعة لقاء بعد الفراق. كن على حذر. من الكريم إذا أهنته، ومن اللئيم إذا أكرمته، ومن العاقل إذا أحرجته، ومن الأحمق إذا رحمته. علمتني الحياة أن أجعل قلبي مدينة بيوتها المحبة وطرقها التسامح والعفو، وأن أعطي ولا أنتظر الرد على العطاء، وأن أصدق مع نفسي قبل أن أطلب من أحد أن يفهمني. وعلمتني أن لا أندم على شيء، وأن أجعل الأمل مصباحا يرافقني في كل مكان. اختر كلامك قبل أن تتحدث، واعطي الاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كاف حتى تنضج. علمتني الحياة أنني عندما أفرح أظهر فرحتي لأسعد بها من حولي، وعندما أحزن أواري حزني كما يخفي الربيع آثار الخريف. السلام عليكم ورحمة الله.